عندنا تفاصيل مهمة في موضوع زيزو. بالأمس انفرد صديقنا العزيز إيهاب الفولي محللنا هنا بموضوع زيزو. هاجمونا في نادي الزمالك واتهمونا بتخريب الفريق. الغريب انهم بعد ما هاجمونا راح مصدر مسؤول من نادي الزمالك اتكلم النهارده مع كل الاعلام وقال بالفعل جالنا عرض من احد الانديه السعوديه ورفض اسم النادي السعودي ورقم الفلوس. تفاصيل مهمه مع ناقدنا الرياضي محمود فؤاد في ملف زيزو، ولكن خليني اطير الى المملكه العربيه السعوديه ومعنا الناقد الرياضي الكبير وصديقي المحترم ادهم الشرقاوي من السعوديه. ادهم السلام عليكم. اهلا بيك زميلي عبد الناصر زيدان، وتحياتي للكابتن تامر عبد الحميد والصديق العزيز منتصر الرفاعي والصديق العزيز محمود فؤاد. عشني يا ادهم. يمكن منتصر ما شفناهوش من ايام البطوله العربيه في الطائف وابها مع بعثه الزمالك عزيز. لكن ان شاء الله نشوفك في مرات واحداث قادمه باذن الله. وانا ما شفتنيش من امتى؟ من كاس العالم قطر. قعدنا ايام حلوه في قطر. طيب لك الكلمه ومحمود فؤاد معاك، لان محمود معه مفاجات وتفاصيل ما يدور في مجلس اداره نادي الزمالك عن زيزو، وانت معك ما يدور في السعوديه عن زيزو. تفضل ادهم. بالفعل يعني نادي نيوم السعودي مدرب الفريق شاموسكا البرازيلي كان طلب التعاقد مع جناح ايمن للفريق ليختتم اجانب الفريق في قبل بدايه دوري يولو لانديه الدرجه الاولى. كان الاختيار على لاعب نادي الشباب كارلوس جونيور، خاصه ان نادي الشباب السعودي هيستغنى عن خدماته وبالتالي سيكمل به اجانب الفريق. لكن شاموسكا طلب زيزو وهو مدربا للتعاون في الموسم الماضي، والان هو اصبح مدربا لنادي نيوم، فطلب التعاقد وطلب اداره ناديه بالتعاقد مع زيزو. نادي نيوم كتير من الناس بيتكلموا على ان نيوم فريق درجه اولى او بيلعب في دوري يورو، لكنه مشروع كبير جدا جدا في السعوديه. نيوم بيضم سلمان الفرج قائد الاخضر السعودي، بيضم احمد حجازي قائد المنتخب المصري في فترات طويله، رومارينيو نجم الاتحاد، دياني هداف دوري الدرجه الاولى مع القادسيه الموسم الماضي، وبالتالي الفريق حتى دخل في منافسه مع صفقات نوعيه في الكره السعوديه امثال عبد الملك العياري واسامه الخلف ورياض شراحيل من الشباب، حتى كانت اسماء يتمناها الانديه الكبرى في السعوديه. وبالتالي عقد المقدم لزيزو هو لمده 3 سنوات براتب 3.5 مليون دولار في الموسم الواحد. العرض المبدئي المقدم للزمالك لشراء زيزو، خاصه انه يتبقى ليه عام واحد فقط في عقده مع الزمالك، هو 6 مليون دولار، وبالتالي فريق نيوم لديه تمسك كبير بالحصول على. خلي بالك بس عايز اقول لك على ادهم، يمكن تاكيدا لكلامك كان العرض بدا ب3 ل3.5، النهارده قفز ل6، دليل على تمسك لا. نادي نيوم باحمد سيد زيزو. خليك معايا بس لان ما العرض 3.5 مليون دولار لزيزو في السنه كراتب سنوي لزيزو، لكن العرض المقدم لشراء الاستغناء الخاص بزيزو من نادي الزمالك هو 6 مليون دولار. زيزو كان قدم له 8 مليون دولار في الموسم الماضي من نادي الشباب، وكان رفض. وخلي بالك وهو ده ادهم الشباب مع زيزو، وكان نادي الشباب عوض زيزو بالتعاقد مع النجم البلجيكي الكبير كراسكو في هذا التوقيت. طيب خليك معايا. الشباب لم يقدم عرضا لزيزو، ولكن العرض الوحيد من السعوديه لزيزو هو من نادي نيوم ولمده 3 سنوات بمشروع كبير جدا للنادي من اجل التواجد. تمام. حتى زيزو يلعب موسم في دوري الدرجه الاولى ثم يلعب في الدوري الممتاز موسمين متتاليين. طيب معايا لو سمحت محمود، اذا عرض زيزو هو الاكبر 16 مليون دولار ونص، 9.5 للاعب، 15 مليون ونص، 9.5 للاعب، 10.5 للاعب في 3 سنوات. الزمالك ملوش قصه بفلوس اللاعب يا باشا. ما هو الزمالك ياخد 6 مليون دولار يا فندم. لحظه بس اي انا عارف فضل. بس انا بتكلم على اجمالي الصفقه 10.5 للاعب في 3 سنوات مليون دولار، و6 للزمالك صافي مقابل الاستغناء. 16
ونص، الزمالك لقيهم ستة. ماذا لديك من كواليس داخل مجلس إدارة نادي الزمالك؟ ما وصلني إن الزمالك عايز يوصل لرقم 8 مليون دولار، هل ده صح؟ هو حتى هذه اللحظة يا أدهم، مساء الفل الأول، عامل إيه وحشني؟ حتى هذه اللحظة. أهلا يا محمود. عامل إيه يا حبيبي؟ الحمد لله. عامل أنت شغل محترم الفترة الأخيرة في الدوري السعودي، لا يفتى كده وأدهم في القصص كلها يعني. أنا بشكره كمان على بجد والله يعني. حتى هذه اللحظة يا أدهم أنا شايف إن مفيش حاجة رسمي وصلت نادي الزمالك. مفيش عرض رسمي وصل نادي الزمالك. اللي اتكلم معانا في الخبر اول امس مصدر داخل النادي، يعني صاحب منصب مهم في النادي، وكان تطلع راي المدرب شاموسكا. شاموسكا لديه رغبه كبيره، ونادي نادي نيوم اليوم تحدث مع مسؤول الزمالك بعرض مبدئي تمام بالمبلغ ب6 مليون دولار، اكده لي منذ قليل احد المصادر في النادي. يعني الفاكس الجواب الرسمي او الميل اللي بيتكلم عليه محمود تسبقه مفاوضات شفهيه للوصول الى الرقم النهائي. بالفعل يعني هم قدموا رقم، وهو دوت اسلوب يعني، وهو دوت وده تاكيد لكلامك يا ادهم فاتح على زياده المبلغ من اجل زيزو، يعني وتاكيد يوم لديه رغبه شديده في زيزو في انتظار طبعا رد اداره الزمالك. اداره الزمالك رفضت عرض منذ تقريبا اقل من عام من نادي الشباب ب 8 مليون دولار. هل ما وصلش فتره طبعاً. وجود زيزو عام واحد متبقي في عقده، الموسم الماضي كان عامين متبقيين في عقده. النقطه اعتقد اللي اتكلموا عنها في نادي نيوم، هل زيزو سيوافق على اللعب في دوري الدرجه الاولى حتى ولو لمده موسم واحد على الاقل؟ زيزو نجم كبير سواء في المنتخب والد زيزو يا ادهم متوج بالكونفدراليه مع الزمالك، وبالتالي هل سيوافق؟ هل العرض المغري ماديا والراتب السنوي 3.5 مليون دولار تقريبا يعني بسعر العمله في مصر حاليا يقترب مثلا من 170 180 مليون جنيه في الموسم، رقم لا يمكن للزمالك حتى دفع 500 الف دولار لزيزو كراتب سنوي. هل العرض الزمالك هياخد 300 مليون جنيه ويجعله يلعب موسم في دوري يلو ومع ذلك سيلعب مع كوكبه من اللاعبين؟ يعني بعد صفقه زيزو نادي نيوم عمل 11 صفقه هذا الموسم، بعد هذه الصفقه ستنتهي صفقات النادي لانه تعاقد مع سلمان الفرج نجم المنتخب السعودي، مع احمد حجازي، مع رومارينيو، مع اسماء كبيره، فهتبقى المعدله. هل زيزو قادر على اللعب لمدة موسم في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى تمام. أم إنه سيبحث عن عرض في الدوري الأول؟ أدهم الشرقاوي من المملكة العربية السعودية بشكرك على كل هذه المعلومات. أجيلكم بس كان عندي ملفات كتير. لحظة، الزمالك سيحصل على 300 مليون جنيه مصري وهو في أمس الحاجة لذلك. لا عجالة أنت حضرتك لا خلاص خد راحتك. أنا بقول لك شكرا، يعني جبت وجهة النظر من السعودية عن الزميل أدهم الشرقاوي بنحييه، وطبعا جبت وجهة مجلس إدارة نادي الزمالك. أنا هقول لك كيف يفكر زيزو ووالد زيزو والمصادر المقربه منه. ومحمود يقول لنا يفكر زي مجلس الاداره. النهارده ال 6 مليون دولار من نادي نيوم في نادي الدرجه الثانيه مع احترام الانديه السعوديه من 2021 مصطفى محمد طلع للنادي جلاطة سراي التركي ب 6 مليون دولار. فاذا النهارده رقم مش كبير، ولو نتكلم على فرق العمله فبالنهارده كان وقتها برضو الدنيا يعني 600 مليون يا فندم، وانت ملاقيش اللضا ملاش علاقه. ماشي انا معاك، انا كنت فاكر المره طلبت. ايوه ما تضغطش على مجلس الاداره، انا بس لازم نسال المجلس. لسه مش موافق لغايه دلوقتي على فكره. المجلس عايز ثمانية. هوصل فكرتي بعد اذنك. اتفضل. انا كنت دخلت قبل كده مع حضرتك، كان الزملاء موجود الشرقاوي والمجموعه، وقلت لك لو مجلس الاداره عنده نيه يبيع زيزو عشان ينقذ بقى الفريق ماليا اللي هو في احتياج للصفقه دي، يطلع يصارح جمهوره ومن حقه يتفاوض يوصل لاعلى عرض. انما زيزو قولا واحدا لن يلعب في نادي درجه ثانيه في اي بلد من البلدان محمود الموجوده. هكمل لك حاجه بس ماشي. النهارده 6 مليون دولار كان زيزو عنده من سنتين عرض من الريان القطري ب 5 مليون دولار، وكان موافق نفس القصه، وكان هياخد برضه، وكان هياخد برضه 3 مليون دولار. بعت حاجه والشباب السعودي وده ما فيش رسمي كتبت ده، واليوم ما فيش لورد وما فيش حاجه رسمي جت للزمالك. لا احنا وصلنا ل 12 مليون مع الشباب وما فيش ورقه جت. اكد لك حاجه من مصدر مؤكد انه في عرض بالفعل سعودي راح النادي، وانه باتصالات مع ناس مقربه من زيزو قالوا احنا مش هنتفاوض تاني.
اللي عايز يتفاوض يتفاوض مع مجلس اداره نادي الزمالك. لان احنا لما ناس اتكلمت معانا من سنه الشباب السعودي وابتدينا احنا نمسك بعمليه التفاوض في النهايه مجلس اداره بعد ما كان عنده نيه يبيع قدام ضغط السوشيال ميديا يا بكا في 2021 من 2021 مجلس إدارة مرتضى منصور تمسك بخمسة مليون مع في العرض اللي جاله من قطر ومن الأهلي الإمارات كان في عرض وعرض الشباب بالحواسس ريان القطري ما كان بيفاوض زيزو يا محمود وعرض الشباب نفسه طيب كان هيوصل نادي الزمالك ل 12 مليون دولار. طيب ماشي كان عندي مكالمات مهمة والناس هتنام مجلس الإدارة كيف يفكر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. زيزو عايز يحترف عايز يحترف تمام. زيزو هيحترف في دوري درجة تانية. حتى هذه اللحظة في تحفظ من زيزو ومن والده. حتى هذه اللحظة زيزو مش حتى هذه اللحظة ده أكيد زيزو رافض يعني لغاية دلوقتي رافض ولكن ويستحق. مجلس إدارة يستحق طبعا. مجلس إدارة نادي الزمالك القصة في إيه؟ في تضارب دلوقتي داخل مجلس إدارة نادي الزمالك. البعض يؤيد رحيل زيزو تمام لأيا كان طالما العرض مغري للاعب ومغري نادي الزمالك في ظل تمام. الأزمة المالية الطاحنة اللي بيمر بيها نادي الزمالك شايفين إن المبلغ ده هياخد النادي في حته تانية خالص يخرج بيه من نفق الازمات اللي موجوده دلوقتي. البعض تمام. الاخر بيقول لك لا زيزو من اهم وافضل لاعبي الزمالك. رحيل زيزو بالتاكيد الزمالك هيتاثر فنيا. اللي هيحصل الفتره اللي جايه خلاص زيزو وصل بسلامه الله الى ارض القاهره بعد انتهاء مهمته مع المنتخب الاولمبي. في جلسه هتجمع زيزو مع اداره الكره بنادي الزمالك ومجلس اداره هيتم حسم فيها القصه. عقد زيزو مع نادي الزمالك يا استاذ عبد الناصر لسه يتبقى فيه موسم. هيقعدوا مع زيزو انت عايز ايه برضو عشان نربط القصه. جلسه ممدوع عباس منتصر مع زيزو الفتره اللي فاتت تم التطرق فيها ان ممكن يتم ترديد زيزو بالشكل المناسب. زيزو مع ابراهيم فايقل ما عدتش لا قعد مع الاستاذ ممدوع عباس يا الراجل اللي بقوال هو نفسه قال ما عدتش ماشي. زيزو هو العقد الاعلى بين لاعبي فريق نادي الزمالك. مجلس هيقعد معاه تمام في محاولات يتم ترديته لو هم شايفين ان زيزو تمسك او متمسك خلاص مفيش كلام انه متمسك عايز يحترف. نادي الزمالك هيحاول يصل لاعلى استفاده ماليه من اسمح لي اختلف مع منتصر في كلمه كان اقفل الملف مفيش كلام تاني الملف كان منكررش. والد زيزو وزيزو موافقين على نيوم بالرقم ده لانه رقم خيالي. خد مني طب انا يعني في كلمه ونص عندي مكالمه مهمه. انا لا يفرق معايا 5 مليون ولا يفرق معايا 8 ولا يفرق معايا 10 امال يفرق معاك ايه؟ انا اللي يفرق معايا فرقة نادي الزمالك لازم تقوي نفسها بمجموعة صفقات جديدة مع الفرقة. ها؟ ال 300 مليون هيقووا يعني ايه قووا؟ ربنا القوي اللي يا باشا شغلك انت يا باشا ما بعد اذنك شغلك انت كمجلس انت تجيب مصادر مالية انما ما تجيبليش مصادر مالية على على حساب ان انا افضي وانا عاوز اقوي ولا انا عاوز الراجل فاجأنا وقال لك عايز زياد اللي انت لسه متعاقد معاه ب 30 مليون ما دي مشكله يعني انا النهارده جايلك في زياد لحظه يعني انا النهارده 300 مليون اجيبهم واروح اصرفهم على انا جايب 11 صفقه في يناير الراجل مش عايز منهم 8 ولا 3 3 نجحوا و8 شكر الله وسعيكم فانا هجيب ال 300 مليون واصرفهم على النوايا طيب ديت من الصفقات عشان امشي زيزو. استاذنكم هرجع لزياد لانه حديث الساعه في الزمالك بعد ان قيل انه سيتم الاستغناء عنه وافتح ده مع محمود زياد ولكن طبعا زيزو احسن من كريستيانو. بعد اذنك يا فندم زيزو احسن منك في الكوره لانك ما بتعرفش تلعب. خد مبلغ كبير جدا المفترض لانه وانا بقوي ولا بضعف السعودي انا لازم اتكلم في الاتجاه. يقول لك احسن من كريستيانو يا باشا انا بتكلم في الاتجاه اللي انت حطينا في الاحراج ده هيفيد احسن من كريستيانو ازاي؟ ايوه هيفيد الدوري السعودي اكتر من كريستيانو. طبعا هيفيد الدوري السعودي اكتر من كريستيانو. طبعا احسن من كريستيانو ازاي يعني؟ دلوقتي مش احسن من الكلام ده مش مظبوط. لا لا ليه يا كابتن هو احسن من ميسي مش هيفيد دلوقتي هو مش احسن من ميسي مش بس احسن من كريستيانو هيفيد الدوري السعودي اكتر ما هيفيد الدوري السعودي هيفيد اي فريق فني اكتر من كريستيانو.